عليكم ورحمة الله وبركاته على المتتبعين ومتتبعات هذه القناة العزاز الغالي على قلبي. بغيت نهنيكم بحلول السنة الجديدة 2023، الله يدخلها عليكم إن شاء الله بالصحة والسلامة بطول العمر، إن شاء الله تحققوا فيها الأحلام ديالكم والطموحات نتاعكم. واللي ما حققش أي حاجة في 2022 إن شاء الله، الله يعمل إن شاء الله هذه السنة تحققوا فيها كاع الأحلام ديالكم ودخل عليكم بالصحة والسلامة وطول العمر وزيادة الرزق والبركة يا ربي في الصحة وفي الرزق، ويحفظ لكم والديكم ووليداتكم، واللي بغى يتزوج الله يسهل عليه يا ربي، واللي دافع شي وراق الله يخرجهم له على خير يا ربي وفرح ان شاء الله بيهم، واللي ما عندهاش الوليدات يا ربي يا ربي تولد ان شاء الله في هذه السنة وفرح قلوب كاع اللي حزين يا ربي، فرح قلبه في هذه السنة يا ربي يا ربي امين. والله يحفظ لنا مالكنا محمد السادس ويطول عمره، ويحفظ لنا ان شاء الله الاسره العلويه وبلادنا الحبيبه المغرب يا ربي امين يا ربي امين، ويجعلها ان شاء الله سنه المسرات علينا كاملين يا ربي امين. انا فرحانه حيت سنستقبل معكم 2023 وحيت نتوما معايا فيها، الله يحفظكم والله يا ربي يعطيكم اللي تمنيتو اللي ترجيتو عند الله، وشكرا يا احلى متتبعين. اليوم ان شاء الله غادي نهضروا على نزيهة شالين، شكون اللي ما تيعرفهاش، واللي ما تيعرفهاش اليوم ان شاء الله غادي نعرفها لكم على طريقتي. نزيهة شالين من الجاليه اللي مقيمه في فرنسا، واحد المراه تبارك الله مثابره، واحد المراه كبابة، مراه ونص ما شاء الله، نتمنىها تكون في كل دار مغربيه هاد نزيهة شالين ما شاء الله، تكون اخت وتكون بنت في كل دار مغربيه، ونتمنى ان شاء الله ان هذا النموذج يكون عندنا في العائلات نتاعنا. طبيعة الحال بزاف نتاع العائلات تنشوفوهم ان يكون بعض منهم عنده الخير تبارك الله، يعني ما شاء الله عنده الخير وما تيساعدش العائله نتاعو، ما تيساعدش خوتو، ما تيساعدش حتى الاب والام نتاعو اللي بطبيعه الحال كانوا السبب، وسبب الاول والاخر هو ربي انه كان في هذه الدنيا، ولكن ما تيساعدهمش. ولكن هنا انا غادي نهضر على واحد الموضوع، علاش غادي نهضر على نزهة شالين؟ حيت شفت تبارك الله واحد الحاجه اللي دارتها كبيره كبيره بزاف، ونتمنى اي واحد يساعد العائله نتاعو، اي واحد يوقف مع العائله نتاعو، واي واحد الا شاف الاخت ولا الاخ نتاعو انه ما عندوش انه يساعدهم، ولا واقعين في شي مشاكل انه يمد ليهم يد المساعده. وتبارك الله هادشي شفناه في نزهة شالين البنت المرضيه، وهاد القلوب اللي دايره على عينها فهو القلب نتاعها الكبير، قلبها اللي كله حب وكله موده والرحمه، اللي تبارك الله فيها واحد الرحمه والموده اللي وصى بها الله وفي المقربين، ولا بغيت ندير واحد الخير نديره في المقربين مني الا ما كانش عندهم بطبيعه الحال، ونوقف مع المقربين، ماشي نقول لا انا ماشي سوقي، انا ماشي شغلي، انا عطاني الله ننسى عائلتي، بل بالعكس في المقربين اولى، وربي تيقول لينا في المقربين اولى. وكذلك صله الرحيم ما نقطعوهاش، ونصولوا رحمنا اللي شفنا ولات عندنا صله الرحم مقطوعه، وشي ما تيهضر مع شي، ونتمنى ان شاء الله هاد السنه اللي شي ما تيهضر مع شي انهم يتصالحوا ويفضوا عليهم المشاكل، وانهم يقربوا من بعضياتهم، العائله انها تكون عائله عن حق، يعني في يوم هذيك الموده والرحمه والمحنه بعضياتهم، والقلوب تسامح ان شاء الله في هذا العام الجديد. كما قلت لكم هاد السيده هادي نزهة شالين، احنا عاد ولا نقول حنا كعائله متبعينها الصراحه، حيت واحد القناه اللي رائعه تتبارطاجي الفيديوهات نتاعها اللي محتواها رائع بزاف، تتبارطاجي كذلك هويتها المغربيه، اصالتها المغربيه ما شاء الله، في اي مناسبه تتبغي تبرز هذيك الهويه المغربيه بلباسها التقليدي بالاطباق من المطبخ المغربي ما شاء الله. وما عندهاش غير مغاربه اللي متبعينها، راه حول العالم تبارك الله، راه قناتها كبيره ومعروفه كما قلت لكم، هي من الجاليه اللي في فرنسا، ما جاتش وصلت لهذا الشيء تبارك الله، وصلت لهذا الخير وهذه الاهداف نتاعها، وحققت الاحلام ديالها، وكيف قالت هي مازال عندها احلام، بل بالعكس هي مسكينه دازوا عليها مشاكل، يعني كانت في غربه بوحدها ودازوا عليها مشاكل في هذيك الغربه، اللي تزوجت من واحد الراجل فرنسي، ومن بعد صدمت بزاف كيف قالت هي المشاكل معاه، ويعني ودازت صعوبات، وما جاتش وقررت انها غادي تطلق من راجلها الاول، وانها غادي تخرج بثلاثه البنيات الله يحفظهم ليها ويطول لهم ان شاء الله يا ربي في عمر ميمتهم، يعني خرجت بهذوك ثلاثه البنيات وخرجت تخدم، يعني معاونها
الدولة اللي هي فيها راه معاونها، ولكن كذلك هي تتخدم وتتعاون وليداتها، وكانت كبابة وكانت واقفة وما انهزمتش وما انكسرتش كيف قالت هي، دازوا عليها مشاكل وقدرت انها تواجههم بوحدها، ما كانش حداها امها، ما كانش حداها باها، خوتها كانت تتعاني، ولكن من هذيك المعاناة خرجت مرأة قوية للزمن، من هذوك المعاناة خرجت واحد المرأة تتشرف، واحد المثال حي ناخذه كقدوة للعيالات اللي تيطلقوا وتيدخلوا في واحد الانهزام نفسي وتيدخلوا في واحد القوقعة، انا صافي طلقت سالات حياتي، فين المعيل؟ المعيل هو ربي، المعيل هو ربي، صافي اللي كان ينفق مشى، ولكن المعيل نتاعك هو ربي ماشي المعيل نتاعك هذاك الراجل، يعني الله يحفظ، حنا ما بغينا حتى شي حد يطلق، ولكن الا طلقتي نوضي نوضي واجهي الزمان وكوني قوية كذلك باش تخلي دوك الوليدات نتاعك ان واحد الام قويه اللي كاينه معاهم، ماشي يخسروا الاب نتاعهم، يخسروا حتى الام ديالهم، حيت بزاف العيال الصراحه تنشوفهم تيطلقوا صافي تينهزموا صافي، راه الزواج اللي كان تنشوفوا صافي بعد النماذج تيطلقوا صافي تيصيبهم الكآبه، ما تلاوش يقدروا يواجهوا المجتمع، شنو درتي؟ شنو دايره بالسلام؟ طالق حلي له وحرمه، تقول لك انا صافي مطلقه كيفاش غنواجه المجتمع؟ علاش شنو درتي بالسلامه؟ حلل لك الله تزوجتي، حرم الله طلقتي، قولي لي وطلي على الراجل اللي طلقك، راه تنشوف هاد النماذج هادو، ما تيفوت شهر تيبدا حياته تينساك انت وشنو كان معاك وصافي سالا هو، مشى يبدا حياة جديدة وتزوج ولاد ولاد اخرين، وهذوك الوليدات انت اللي عندك، يلا شكون اللي غيكون بيهم؟ انت الاب، انت الام، على قبلهم هما يعطوك هما واحد الامل الحياة، وقفي وقفي اختي والله، راه تنشوف هاد النماذج، وكذلك راه حنا مقربين منا كذلك، راه واقع اليوم بحال هادشي، لا وقفي كوني كبابا وساندي راسك براسك واعطي القوة لنفسك، وما تقوليش انا صافي ضاعت حياتي، ولا هذاك الراجل هو الامل هو الحب هو كل شي كان معاه، ولا ما نعيش انا لما كانش هو في حياتي، علاش شحال هادي السنين اللي دوزتي قبل ما تجوجيه ما كنتيش عايشة، تفكري قبل ما عرفتيش راك كنتي عايشة وغتقدري تعيشي من بعد ما مشى، واش تكون معذبة ومحنها في حياتها وتقول لك لا علاش طلقني؟ علاش؟ وراك ربي عطاك واحد الفرصة حيدتي من هذيك حياة العذاب، ربي عطاك الفرصة وعطاها كذلك لهذوك الوليدات مساكن، انا كيتخرجي واحد الوليدات للمجتمع نفسيه مزيانه ماشي نفسيه مهزوزه، وتنشوفوا بزاف الوليدات الوالدين تيدابزوا وهما مساكن تيشوفوا في هذوك المناظر، او الراجل تيضرب المراه او تيسبها، كيفاش غيطلع عندنا المجتمع بهذوك الوليدات مساكن اللي مكسوره النفسيه نتاعهم، وكذلك تيشوفوا الام نتاعهم تتعنف، هنا راه ربي عطاك فرصه استغليها، ربي رحمك، طلاق راه بعض الأحيان راه تيكون رحمة لا الراجل ولا المرأة وحتى كذلك الوليدات، وتبارك الله نازيها عطاتها كذلك راسها فرصة وتزوجت الراجل الثاني اللي كل حبيبة نتمنى ليها، واحد الراجل هو نعم الراجل تبارك الله ما شاء الله، الله يحفظه ليها ويحفظه لوليداته، وولدت تبارك الله جوجة الوليدات معاه، وكانت ونعمة المرأة ونعمة الرجل ليها، كيف قالت هي وقف معاها قدم لها يد المساعدة، الوقت اللي الراجل الاول شافت معاه العذاب هذا تبارك الله شافت معاه الحياة الزوجية عن حق، يعني كذلك راه ربي تيعطيك فرص بزاف استغليهم، ما تقوليش انا حياتي هنا سالات، بل عاد بدات، كل نهار تتشرق فيه الشمس وتتكوني حية فيه راه تيعطيك ربي واحد الفرصة للحياة فاستغليها، هنا شفنا نزهة قالت لك انني غادي ننزل المغرب، قلنا احنا غادي تشري دار العائلة كلها جالسة فين عندك الشيء اللي كاين، وهنا تدير فيها واحد الجولة في هاد الدار هادي، خرجت في لا فيديو قالت لك هاد الدار راه ماشي ليا، غنشريها لختي، اختها اللي تطلق مسكينة بثلاثات البنيات، عندها ثلاثات البنيات يعني ثلاثات البنيات ثلاثات الوليات، وهنا نبغي كل دار نعاودها لكم عاوتاني تكون فيها نزيهة شالين اللي وقفت تبارك الله مع اختها، ما خلاتش اختها نفسيتها مكسورة، ما خلاتش اختها تقول انا فين غندي بنياتي، شكون اللي غيهزني بنياتي، وقالت لك اختها في جواجها مدوزه العذاب مسكينه وشنو داز عليها، وكيف قالت نازيها ما تكونش بنتكم معذبه وتقولوا لها لا حنا ما عندنا ما نديرو ليك وما عندنا ما نديرو بيك وما تجيبيش لينا ولادك وتجي بقاي،
واستحملي وصبري، صبري على قبل ولادك. علاش؟ علاش مسكينة نتوما شايفينها وتجيكم عينها زرقاء وتجيكم مضروبة، وقدر ما تيصرفش عليها وما يصرفش على ولاده، معذبها ويسبها وتقولوا لها صبري غير باش ما تجيش مع ولادها. علاش ما نستحملوش بنتنا ونستحملوا ولادها ونعطيوها يد المساعدة ونقدموا لها يد المساعدة، وحتى لما كانت عندها فين تسكن في دار عائلتها يا حسرة، حتى نشوفوا هاد النماذج هادو اخوتي يتجمعوا ليها ويكريو ليها او يرهنوا ليها وتخرج تخدم على وليداتها وترتاح من هذيك الحياة الزوجية اللي صعيبة اللي تتألم فيها. راه شحال من وحدة شفناها مسكينة دخلت في اكتئاب، شحال من وحدة ما نعرفهاش شنو دارت في راسها، حيت قالت انا ما عندي فين نمشي، انا ما عندي السند، عائلتي تيقولوا لي جلسي صبري، مادام تيقولوا لي جلسي صبري هما ما بغاونيش نمشي عندهم مطلقة بولادي، ما استحملوني ما غيستحملونيش لا انا ولا ولادي. شوفوا هنا تبارك الله ما خلاتش اختها نفسيتها مكسورة وتتألم، ولا شي واحد يقول لها احنا علاش جبت لينا ولادك. ما شاء الله كيف قالتها هي، انا ما بغيتش واحد اختي تخرج من منبر اعلاني وذكرت هي القناة بلا ما اذكرها انا وتقول لهم انا امرأة مطلقة محتاجة اللي يساعدني. ساعدت اختها، قدمت ليها يد المساعدة. اللي تنشوفوا تبارك الله رجال وخواتات وخوت رجال عندهم وقادرين انهم يساعدوا خواتاتهم، ولا كذلك خوتهم اللي ما عندهمش وما تيساعدوهمش. هنا فاش قلت لكم في لا فيديو في الاول اللي عنده يساعد يقدم يد المساعدة لخوته، ما تخليوش خواتاتكم ساكن تيعانيو في جواجهم، لا كان جواجهم صعيب ونقولوا لا ما عندنا ما نديروا ليها ساعدوهم. راه كاينين نماذج كذلك اللي اختهم تتقول لهم تتجي غضبانه، جايه غير غضبانه تيقول لها ما عندي ما ندير لك، ليله وحده ما تيبيتهاش في دارو تقول لها اختي ما عندي ما ندير لك انا المراه وداك الشيء وانت الاولاد والمراه ما بغاتكش. شو هادي؟ علاش علاش ترد مسكينه هذيك المراه لواحد الحياه اللي مستحيله بالنسبه لها غير باش ما نعاونوهاش ونقدموا لها يد المساعده؟ علاش؟ برافو عليك اختي نازيها، ساعدتي اختك. ونقول لكم الدار عاود ماشي غير شراتها ليها ودارتها في سميتها نازيها، يعني راه الدار خليتها لاختي، لا شرات ليها الدار ودارتها في سميت اختها. شوفوا ما شاء الله باش ما تحسش اختها راه ساكنه غير في دار اختها، لا هذه دارك ما شاء الله. يعني حسنت من النفسيه نتاع اختها، منكسره بتطلق كيف قالت هي، دوز عليها راجلها العذاب، دوزت واحد الحياه الزوجيه معذبه، راه بانت معاها مسكينة في الفيديو قالت كذلك غدير قناة. الله يوفقها يا ربي والله يقدرها على بنياتها، حيت تنعرفو راه كاينين الصراحة وهاد الشي راه كاين وعايشينو في المجتمع نتاعنا. راه الراجل راه الصراحة صافي غير تيطلق المرأة راه بحال تيطلق حتى الولاد معاها، راه حنا شايفين هاد الشي وعارفينو. ونتمنى ان شاء الله تكون حياة مزدهرة ان شاء الله ليك ولبنياتك يا ربي، ويدخل عليك هاد الدار بالصحة والسلامة، وعاونوا خواتاتكم عاونوهم. راه كاينة الأخت اللي تتبغي غير الكلمة الزينة من أختها، غير الكلمة الزينة، تكون واحد الحالة مسكينة اللي صعيبة بغات غير اللي يواسيها ماشي ماديا غير معنويا وما تتلقاش. وهنا تبارك الله نازيها واسات أختها وجات وقفت معاها وعطاتها فرصة للحياة واحدة أخرى، ما خلاتهاش تفكر ما خلاتهاش تخمم. كيف قالت هي نازيها نيت، علاش ما تتقبلوش بناتكم من بعد ما يطلقوا يجيو عندكم وتقولوا ليهم لا، وشي تكون بحال شي عالة هزينها أو شي عالة بحال شي حاجة تتحشمكم علاش أنها بنتكم طلقت؟ لا هذه ماشي حشومة، هذه راه نقطوا بنتكم من واحد الحياة اللي صافي أصبحت مستحيلة. اللهم تجيكم مطلقة ولا تسمعوا أخبارها، اللهم تجيكم مطلقة ولا تسمعوا أخبارها أو يطرى فيها شي حاجة خايبة، أو الله يحفظ كاع تسطى أو تدخل في اكتئاب نفسي. وهذوك الوليدات حتى هما عتقوا بناتكم، والله إلا شفتوا بنتكم الحياة الزوجية نتاعها صعيبة عتقوها، قولوا ستوب ووقفوا معاها، وقفوا النزيف نتاع بنتكم، ماشي تقولوا حنا ما عندنا ما نديروا لها تجوجت صافي. كيف قالت نيت نازيه في لا فيديو نتاعها، صافي تجوجت بنتنا تصبر تصبر، علاش غتصبر؟ تصبر على العصا، على السب والقذف فيها، على قلة المصروف، على قلة الاهتمام، بزاف د الحوايج.
الله يهدي الرجالة يا ربي، الله يهديهم. بعد الرجالة الله يهديهم، ماشي الرجالة كاملين، حنا ما تنهضروش على الرجالة كاملين، ولكن راه كاين تبارك الله اللي رجالة اللي قدوة حتى هما في الحياة الزوجية، لا بالنسبة يكونوا آباء للوليدات، ولا كذلك يكونوا رجالة للعيالات تبارك الله، رجالة نماذج اللي تنفتخروا بهم. وبرافو عليك اختي نازيها، والله يحفظك.